لا لا، المجلة الألمانية صح؟ المهم أنا عندي موضوع بكلمكم فيه. عارفين عارفين، كتبت في مقالة بلجيكية عن الروبوتات صح؟ لا لا، المجلة الألمانية صح؟ والله أنا كتبت بالألمانية وكتبت يعني مو شيء جديد عليك أمان. الموضوع أمي جاية لزيارة اليوم لمنا هنا. هي اللي سمعته. الله، جدتي جاية اليوم نادية. نعم. متى؟ رسالات لي وتقول هذا إن شاء الله بالطريق. اليوم؟ بعد اليوم جدتي جاية؟ اليوم؟ إن شاء الله. اليوم جاية؟ الله الله. طب عم يعني هي حتزورنا بس زيارة كده وتمشي ولا حتنام هنا؟ على حسب شنطة الحديد اللي معها. شنطة حديد؟ إيش شنطة حديد؟ والله عادة إذا مسكت أو جابت معها شنطة الحديد، آخر مرة جابتها قعدت 30 سنة. لا آخر مرة قعدت كم عند الناس؟ كم؟ 30 سنة؟ إذا الشنطة ما هي معها تجي تسلم وتمشي. تقعد يعني ما تطول. تجي تسلم وتمشي جدتي، ورهيبة بتحب. تذكرينها اليوم جت العرس؟ رهيبة. جدتي نورت البيت. هلا يلا. لا السلامة، شلونك؟ هلا. ساك طيبة؟ خير عساكم. الله نورت البيت. هلا هلا يلا حي. هلا يما، شلونك؟ بخير عساكم بخير. يا هلا. شاعه يا ولد، ما تفتحون الباب؟ يا بنت الحلال، انت تطقين باب من غير بابنا. وش هالريحة؟ لا ما في ريحة، هذا بس اكيد طبيخي. هذه ريحة يا ولد فارم ميت. ما هو ميت ان شاء الله. حديث انا هذه الجيران. من هيلو هالبيت؟ هذا بيت ولدي علي ومرته ناديه. واللي اطقه توشوا. هذاك بيتنا وهذا بيت ولدي، ما يخالف. اي بعد هذه ناديه مرت ولدي. إيه؟ وهذا البيت لولدي اللي مرته ناديه. اي ومن هي ناديه؟ هذه ناديه. هذه وش تصير ذي؟ زوجتي جدتي حبيبتي، هذه زوجتي ناديه. تذكرين تجيت العرس اللي اليوم امي طقت الدي جي وانت حذفت الكاسات وقمتوا طحتوا عليه؟ ما راح احط التفاصيل. لا ولا اخذت هذه ورا ما اخذت بنت عمك. لا جدتي، بنت عمي شوي فيها شبه من جمال، وانا ما احب جمال. انا احب جمال كثير بس ما اقدر. انا ونادي حبينا بعض. اي ربا يحب حبه بجلدك من الغته بلا قل امين. ابي الحمام يا ولد. هذا الحمام. جدتي ايش حبه بجلدي؟ حبه بجلدك انت والله، ما جبتوا لنا الا الغته والغرابين. أنا قالت لي فجأة أرسلت لي رسالة وأنا جاي. دوبك تقول. أهم شيء ما جابت الشنطة، هذا أهم شيء. يمكن جايبتها هي، ما أدري. أسكت أنت، لا تقول كذا. حد أمي عاد، أنتم لا تسألون قشرة، خلينا نتفاهم. يا جماعة غرفتي. شوفوا أمي لازم تهادونا. إن شافتكم وأنتم مضبوطين ترى تتأكد على قلوبكم، والله تجننكم وتهبل بكم. هد ولا؟ جابها هذه؟ شلون جابها أمي؟ جاية تسلم عليها. يما ما عليها ضيفة. ما كم بتقعد؟ على حسب، إن والله شافتكم كذا يعني ما أنتم مطيعين وأموركم طيبة. طيب يا أخي بزورة. نادية. بزورة. خلي يكمل كلامه. عجلي إلا جابت شنطة تتأكد أنكم 4-5 سنين إلى 20 سنة. أعرف أمي، ثاني جابت شنطة الحديد. بس ان شاء الله انا قولوا حاضر وسمي ولبي وان شاء الله واللي تبين، علشان تحس انها كونت العائله اللي تبي تمشي. وش انت يا ولد؟ ها
وش هو ذا؟ انا عبد الرحمن. تعال يا سالم. سالم انا عبد الرحمن. حرامي جالس. حرامي يا سالم. يا سالم امك اقعد. سالم جالس. حرامي يا سالم. تعال وانا امك. تعال شوف الحرامي. جارك حرامي يدك. شوف الشرطه. اذهب على الشرطه. اذهب عندك. جدتي وش وجهم على الشرطه؟ خرجنا الحرامي. شرطه مين هذا مننا جدتي؟ شرطه ايش انت؟ اجيب لك شرطه. لا تكلم جدتي كذا عيب. هذا اخو ناديه. وش اللي جابه؟ ساكن معانا. الله يهديكم. بعد ما علمتوا. جدتي ممكن سؤال؟ ليه ما سالتينا قبل ما يعني انا ما شفته توي اشوفه وانا خالص. انا اخو ناديه عبد الرحمن اخو ناديه. اوكي خلاص عرفنا. جدتي شوي الله يعافيك لانه مسكين طلع دم. طلع دم. انا حشتكي الشرطه على فكره. ما حقدم رحمن شدتك في السجن. شدتك عيب. خليت نسجن احسن. هذا خطر على المجتمع. نقعد بهالبيت علشان اربيهم الله يصلحهم. اللي شفناه بالبيت ما هو بزين. ولدي سالم الله يهديهم معطيهم الزند والفتيله واخذين راحتهم. وانا ابقعد ما انا برايحه عن هالبيت الا مربيتهم. اي انت تسمع ولا ما تسمع؟ اي سمي جدتي. هذا اللي والله ودي اقوله. اي جدتي هذه اول مقابله لجدتي. وهي قبل المقابله قالت لي عادي اقول ما راح تعصبين صح؟ لا ما انا معصبه هزود من شدة. هي قالت لي لازم تكون معاي وهي متضايقه من وجودكم انتم كلكم فريق التصوير. جمال يا اخي ضايق صدري والله. ايش بك؟ والله ضايق صدري. ايه بس ليش؟ يعني يا اخي على الموضوع الوظيفه ذا يا اخي يعني احس داخليا احس ان انا ما ابغى اتوظف. خلاص ابغى افتح مشروع. ابي فهمت كذا ابغى اسوي شيء جديد. علي خليني اقول لك شيء. انت الان بديت تفهم في الحياه. لا يعني انت ما قاعد تفضفض لك. انا ما قاعد ادور نصايح يا سيد الناس. انت مو قلت لي مشروع؟ ايه جمال مشروع تحس فيه صح؟ توافق. ايش رايك تصير شريك في المشروع الجديد؟ ايش مشروعك الجديد؟ اخراج. ايش؟ الاخراج. ايش؟ الاخراج. ايوه اخراج. اخراج سينمائي زي كذا. ايه جمال انت بتصير مخرج؟ ليش تضحك؟ لا والله جد ليش تضحك؟ بالله بتصير مخرج؟ لا ليش تضحك؟ تستهبل انت؟ ولا اولا يعني ما عندك بن. مو لازم. لا ما عندك. لا مو لازم. لا ما عندك بن. طيب اوكي يعني ما احسك. ما عندك فايب مخرج. ما احسك مخرج. ترى انت قاطعت انه انا باقي لي دقيقه وانا اسير مخرج. فخليني اكمل الدقيقه. شرح علي. انا المفروض ما افضفض لك. ليه يا اخي؟ ليه لا جمال. لانك دائما تمحور الموضوع حولك. انا ابغى افتح مشروع. انت ايش تبي؟ طب انا قلت لك خليك شريكي. ما ابغى تصير مخرج. يا عمي انت تفلح مخرج. علي ابغى اتكلم معك شويه. انا قلت جمال. قلت علي. طيب انا اسير استاذن. لا خليك اقعد. ايش فيك كذا غريبه؟ ايش ذا الجديه اللي انت فيها؟ تفضلي. اوكي جدتي ليش جت البيت؟ يا الله يعني البيت مره زحمه. يا الله ماني بعارف اروح واجي. وانا اروح وانا اجي يعني انت عارف الكلام صح؟ نادية يعني الى متى وانا اقول لك انه مو انا اللي جالس ارسل بطاقة دعوه؟ اقسم بالله مو انا. علي مو معقول. بعدين يعني نادية ما تحسين عيب شوي؟ عيب يعني. انا غلطت. لا بس جدتي جت خلاص راح انا عيب رسمك. ما عاشت معانا هي. ما هي بعايشه معانا. ما اختلفنا. انا ماني قادره اخذ راحتي في البيت هذا. لا اروح ولا اجي. بعد تقعد تقيم وتقول لك متعمتك وما تزوج متعمتك. ايش في بنا شافونا بذا؟ وش تزينون هنا جدتي؟ وش اللي تزينونه بذا؟ عشاك لا طويله قل امين. يصير الحريم هنا ورجال في الصاله عشان كان مضيف عيب. اي حتى كان اصلا يبا كنبة الصاله ترى انا شاريها طبيه. شاريها كنت 3900. طبعا احنا ننام بالبر الحين ما ننام بالصاله. الصاله حلوه لنا. ايوه عندنا تلفزيون نقدر نقلب. عزيزه تعال الى الغرفه اعلمك. بسرعه تكفين. جايه.
تعالي علمت تعالي. بسم الله اقعدي. متى انت فاقدتنا السيطرة؟ على ايش؟ على هالبيت. ايش تقصدي؟ ماني فاهمة. اقصد الى متى انت تبتلين بهالشغل ذا؟ عاجبك الوضع اللي انتم به؟ طبعا مو عاجبني وضع البيت، ولما اتكلم ولا اتدخل تتضايق نادية. لا وكمان علي يقعد يتبكبك لي. انا عمري ما تبكبكت. لا طول الوقت وانت قاعد تتبكبك لي. لا ما تبكبكت ولا مرة. ما انت شايف نفسك انت؟ يا ام سالم لو انا ادري انك انت جاية من بدري انا كان ضبطت البيت وسويت لك عشاء كمان. انا ما بيكم تدرون علشان كذا اجي اشوفكم وليتي ما شفت. ايه احنا نبيكم كذا، نبي يا سالم رجال الحال والحريم الحال. ايه معليش جد الشقة صغيرة لأن ما في الا غرف وهذه الصالتين مفتوحة على بعض. بس يعني احنا ما يعني وانت وش تشتغل يا علي؟ جدتي انا حاليا ما اشتغل، بس كنت اشتغل، كنت مدير تسويق، بس صار في مشكلة. بس الان انا قاعد افكر افتح بزنس، جتني عروض وظيفية بس ما ابغى. صح والله راسك. الحين انت كم عمرك؟ جدتي ليه طيب؟ نادية ترى جدتي والله رهيبة. جدتي تذكرين صوت الديك تسوينه واحنا صغار؟ سوي له. شوف كيف جدتي رهيبة. سوي صوت جدتي. يا مو صغير وانا والله اقلد له صوت الديك. والله اني دايب لاني اقبلت اقول كذا ها بشليلي واقول ويضحكون ويستنسون. بس نسيوا الا ذي ما نساه. صراحة الى الان يا علينا انت هذا والله العظيم. انا خفيف الدم عاد والله العظيم ما خالف. ايش بس حد انتم انا بكم تشتغلون. وانت يا نادي وش تشتغلين؟ ربة منزل. والله ما عندك سالفة. ان شاء الله واش وراد اني لا سنعت انت واللي بجنبك. لا جدتي ترى حرمة كبيرة على عيني وراسي. ام عمي سالم برضو على عيني وراسي. بس انه توصل انه تغلط علي وتقول انا ما اعرف اطبخ ولا اعرف اسوي وليش ما اخذ بنت عمتك. انا اهلي ما غلطوا علي زي كذا عشان تيجي ام سالم الله يطول بعمرها تقعد تغلط. هذا بيتي واللي مو عاجبه يمشي يطلع برا بيتي. خلاص ما عاد يعجبني شيء. انا خليك معه يا رخامه، خليك معه محرم. سمي اسف. ايش هذا؟ تقول عشان محرم. كنت ايش قاعد تقولين للناس؟ كنت قاعد اقول انه هذا بيتي اللي ما عجبه يمشي. ابني قاعد يطلع منه حراره. مو عاجبك؟ ايش اللي مو عاجبه يمشي؟ ايوه هذا بيتي اللي مو عاجبه يمشي. ايوه بيتي اللي مو عاجبه يمشي. روحي قولي لها يلا. الحين انت يا بنت وشلون متى تتصيرين مره وتزين اخلاقك واسلوبك مع السبيل؟ ها؟ انت المجمس ما عرفت تربيك ولا رجلك. جدتي انت كويسه خلتي دور ضغط. وانا جنبك ذا وش به ذا؟ ولا ما يصير بعد رجل ويشنع نفسه. خليك رجال. وانت يا سالم خليك رجال. وراكم كذا تكفى. والله انكم نكدتوا علينا يا سالم. انت مرضيك هالشيء ذا ولا امك؟ والله ابن الحلال احنا سنه كم انت يا ميمتي؟ وين مخك قديم؟ احنا الحمد لله كول امورنا طيبه. انت ورا ما تروحي للغريبه ترتاحين يا بنت الحلال؟ انا بروح. انا نكت علي. انا شنو انا الود ودي انا ودي اروح لديرتي. انا ما ادري وش الاجابه. هل جاب تنكد علي يا ولد؟ لا جدتي لا تروحين خليك معنا. انا برايحي. انا الا رجلي برجل هالولد بعد لا تضيعه. اديني شو اعلان اكل؟ والله ما دق قعده. ايش هذا؟ والله ودنا انكم متعشين عندنا. ابو سالم تتكرر. هذا مهبول مو بصاحب. اخلفوا علينا. المره الثانيه ان شاء الله تقعدون وتعشون ان شاء الله. مع السلامه. في امان الله. وش بك الله يصلحك؟ جدا مين هذول؟ هذول ان شاء الله هالبنيات يقولي وحده منها خطبنا لك نبي نزوجك اياه. قاضين ومنتهين. طيب مو مشكله ما استريح لها. طب اسمع جده. انا بصراحه ابغاك في موضوع. تستريح لي يا كثر ما وضيعك. ابغاك في موضوع بس. الله يخليكي. توعدين انك ما تعصب عليه؟ لا ان شاء الله اني ما انا معصبه. طيب
وش عندك؟ ايش رايك لو انك صرتي سيدة اعمال؟ لا بعد وش رايك بعد واطلع بالتلفزيون بعد ما بقى الله بعد تطلع لا 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 بدون طلع تلفزيون بدون طلع تلفزيون خلاص ما تبغى تطلع تلفزيون بدون طلع تلفزيون هذا اللي ناقص بعد تطلع عن بالتلفزيون لا لا ما تطلع عن في التلفزيون طلع عن في التلفزيون ما انت طالع وش عندك ايش رايك لو تصير سيدة اعمال زي ما اقول لك وتعدين فلوس وعد فلوس بعد بالحلال اكيد بالحلال يا جدة عيب عليكي ما حاجيك في شيء غير حلال انا مطازيز ام سالم ايش رايك والله شيء زين يعني يصير شغل يديني اكيد شغل يديك ما يخالف والله يعني موافقه ان شاء الله اي موافق طيب عكس اوسع صدري واستانس ومن اترزق الله يا سلام بس اهم شيء انا مديرك ما يخالف مدير اعمالك تستاهل والله الله يعطيك العافيه اي ما يخالف الله يخليك ولد ولدي ما اغلى من الولد الا ولد الولد ولد الولد صادق 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 يا جدتي تستاهل ما يخالف تب بس اهم شيء في معانا شخص لازم يكون موجود معنا ومن هو؟ عبد الرحمن مستحيل مستحيل اشتغل معه مستحيل عبد الرحمن قلت لك خلاص انا سيطرت هذا رعب عبد الرحمن انا عارف حتى لي رعب انا كمان بس انا حطيته خلاص تحت جناحي ما هذا ما تنحط تحت جناح اي شيء هذه ما تنحط حتى تحت جناح الطياره هذه رعب هذه محمد علي كلاين نسخه الانثويه هذه شوف يدها حديد قول ما شاء الله قول ما شاء الله ترى جدتي في النهاية يا سيدي ما شاء الله بس انا ما اشتغل ما يا حبيبي اليد الحديد هذه اللي انت تقول عليها ما شاء الله تبارك الله تسوي مطازيز اسطوريه حتدخلها والله لو تسوي مصابيط الى بكره ما ابغى مصابيط انا ما احب المصابيط ما اشتغل وهذا الرعب موجود فيه عبد الرحمن اسمعني يا اخي تبغى فلوس ولا لا انت ما ابغى السلام عليكم الله وين جدتي في غرفتها مريحه جمال هذه غرفتي طيب هي روح قول لها الكلام هذا انا مو قادر اقول لها عشان كذا قاعده افضفض طيب اوكي تفضل تفضل تعال تعال ايش رايك ها تروح وتقول ان هذا غرفتك لام ابوك ها ام مين ام ابوك ام ابوك تمام وين راح له بعد عزيزه ناديه يا عزيزه ايوه تعالوا وراك أبا أعلمكم أنا بعلمكم شلون تزينون اليوم المطازيز أنا أعرف أسوي مطازيز أنا يا بنيتي أبا أعلمك أساس المطازيز إيوه الفتة تسوي وش فتت وفت الله راس العدو أبا أعلمكم شلون تسوون المطازيز وش عندك يا علي وش تبي لا ما هو شيء ناقصكم شيء أنتو والله ما نقصنا شيء إحنا بعلمهم بس شلون يزينون المطازيز أنت لا بقول لها فتة ما ايه تقول لي ما هي فته كيف ما هي فته المطازيز مو فيها باذنجان تقول المطازيز فته وش كيف تقولين مطازيز فته يا ناديه ما هي بصاحيه والله ما خلينا اعلمها ناديه عافينا خذي صح قولي لها انا اعرف اسوي مطازيز ولا لا تعرف تسوي مطازيز انا اعرف اسوي مطازيز خلاص امي قدامي هالحين اعطيني صحن وانا بعطيك المقادير وزي ايش طب انا اجيب ايش يلا اعطينا صحن حطي لنا بطاطس اوكي من هذولي ها وكوسه وباذنجان وجيب يا البصل انا مره مبسوط ان جدتي جد منور البيت وكل شيء بس يعني متى بترجع يعني اذا كان معها شنطه الحديد تقعد من 20 الى 30 سنه من 20 الى 30 سنه واذا ما معها شنطه تقعد لها اربع ايام اسبوع اربع ايام خمس ايام اسبوع يبا يعني نقول الحمد لله انا ما معها شنطه الحديد صح يعني ما جت ما في شنطه صح لا ما شفنا معها شنطه ابوي كيف حالك ان شاء الله طيب بس محتاجك تمثل معايا في اعلان المشروع الجديد اذا ما عندك مشكله لا لا الاضاءه جدا قليله انا احتاج اضاءه اكثر احتاج اضاءه اكثر هنا اللي حطيه الله يعطيك العافية شكرا عبد الرحمن حبيبي في شنطة السيارة حتلقى الإضاءة اللي باقية خذ آسف معك ودخلوها البيت بالله بسرعة الله خليك يلا يلا حبيبي سلام سلام جمال لا كل جمال البيت مو ناقص عفسة ترى أبدا مو ناقصين عفسة يا علي أنا ما هعفس شيء علي انت كيف عارف تعفز علي انت عارف دحين استنى لحظه ممكن اقول لك شيء المخرج لازم يسوي عمله بشغف شغف
لازم شغف. سيبني اقدم شغفي. ممكن؟ طب ممكن مره جاي اذا حسيت بيجيك شغف تاكل علك، لان متغدين ثوم ترى. يا علي مو وقتك لو سمحت، مو وقتك. ايوه صح. ايوه عبد الرحمن تعال تعال خش دخل اجي. ايوه هذه هذه استنى هذه هذه. وش ذا وش ذا الغريب ذا اللي دخلنا البيت ذا بعرف؟ لا بالله والله يا امي يا امي صلي على النبي. جدتي امي هذا اسف الحارس. انا والله لا اسف ما ربيتكم. انا ياسين ما انا وش انت انت البلا والجلا. اطلع على الدار. لا لا خلاص 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 امي خلاص يا امي امي خلاص على جانب بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسط البيت معلش يا حبيب ولا دستور والله هذا اللي ناقص يا جمال. انا اسف والله انا اللي والله اسف ما ربيتكم لا انت ولا ابوك. اعوذ بالله والله خش تربيه بعد عبد الرحمن. والله ما بقى ندخله بالغرفه بعد جايبه لنا. سامحيني سامحيني هذه مصيبه والله هذه مصيبه. عبد الرحمن دخل عبد الرحمن تعال. لا محرم حطه هنا. جيب الاضاءه كذا جيب الاضاءه كذا. يا سلام. شويه يمين شويه يمين شويه يمين شويه يمين شويه. جيب ابويا ابويا ابويا. ايوه بس شكرا لك شكرا لك. عارف دورك انت صح. اوقف جمهور. يلا يا جماعة إعلان مطازيز تيك 1 ان 3 2 1 أكشن. وينه هذا وين رام تأخروا علينا؟ تفتل يا أستاذي. لا لا كت 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 حبال كت أبوي إيش تقول أنت وأنت إيش اللي تفتل يا أستاذ؟ إيش جن الأمنيات أنت؟ جاي تحقق الأمانية هنا؟ إيش بك؟ تأخروا علي طيب إيش تبغى أقول؟ أسكت يا ابويا يا ابويا يا حبيبي يا حبيبي. يعني هذا انت اضافتك ايش تسميها هذه؟ ارتجال. اضافتي هذه رومانسيه داخليه في انحياز ما ادري والله ابي اضيف عليها علشان رومانسيه داخليه اتجاه زوجتك. جيب لها ورده. مو في الاعلان مو في الاعلان. طيب ممكن اسكت يعني؟ لا تسكت قول الكلام المعقول. هو مو مسلسل الله يخليك. وانت حبيبي ارتجالك هذا انا ما ابغاه. يعني نمدح امدح بس قليل بس. وانت ارتجالك هذا انا ما ابغاه. طيب سوي اللي قلت لك عليه وانت ساكت لو سمحت. ايش كيف اتكلا ايش هذا؟ لو سمحت قلت لك وانت ساكت. حط الاكل وانت ساكت. كيف اصير مشهور وساكت انا؟ يعني تحس انك تصير مشهور؟ حسسني قاعد تشتغل مع عدي عابد. عندك رقم عدي عابد؟ هيا شوف خليته. ممكن علي ممكن لو سمحت اشوف شغلي؟ يلا يلا اعلان مطازيز تيك 2 اكشن. يا سلام سبحان الله. تصدقوا ما طلبت مطازيز وانا نيتي اني ابي طماط. يعني دول يعرفوني شنبي. لا اله الا الله جابوا لي مطازيز حتى لو انا ما طلبت. كت كت كت. لا دحين حقيقي صار عندك مصباح علاء الدين وهذا المالك حقيقي. ايش ابوي امنيات ايش في ايش انا ما صدقون انا ما ليه ابوي تقول كذا؟ ابوي مدحنا عييت ولا سرعنا. يا سيدي اختصر في الكلام لا تقول كلام كثير. تدري ما انا قلت شيء راح راح اوريك اوريك. يلا يوريني يلا يلا اوريك. تيك 3 اعلان مطازيز اكشن. كت كت ابوي ابوي الحين فهمني العالم ها العالم العربي ايش حيستفيد وانت مديني شوكه في قلب المطازيز وتحطها نعم نعم نعم. هذا عجيز هذا تقول لصتك عجيز تاكل. ما انا مسوي هذا 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 مطازيز ذا اعوذ بالله. هذا يجيب الطاعون ذا. ها وشو بعد بدينا يا سالم ما كبر شلونك كله مطازيزي انا مطازيزي من لا والله خلاص ما تاكل الا مطازيزي. وش لون الحين قلبنا ها؟ يعني الحمد لله معظم الوقت انا وعلي مره متفاهمين ومره مبسوطين جدا. يعني تذكر لما كانت مشكلتنا الوحيده اهلك لما كانوا ساكنين مقابلنا؟ طبعا ازعجتني بالموضوع هذا. والحين صاروا ساكنين عندنا صرنا كلنا ببيت واحد الحمد لله. والحمد لله مبسوطين ما في مشكله الحمد لله على اخر. لا بشكل مؤقت طبعا بشكل مؤقت قصدي يعني ايه ان شاء الله بشكل مؤقت بس على الحقيقه اهلي احبهم مره مره والله كده. وهم يحبوني كلنا نحب بعض احنا هنا. حتى اخوك عبد الرحمن يوم جاء ها يوم جاء ترى خلاص عبد الرحمن جزء مننا. حتى عم ممدوح بنته نادي يوم جونا هم جزء مننا كانوا والرجل المطافي ايه يوم جونا. يعني حسيت ان احنا
عائلة ما شاء الله واحدة وأي أحد عادي يقدر يجينا حيا الله. نادية احنا قديش مبسوطين مرة، يوم سعيد مليء بالأشياء الإيجابية مرة، أشياء إيجابية من يوم ما صدر متفائلة الحمد لله. نادية يا نادية، هلا هلا جدي، تعالي 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 دول. ها أمي على فكرة تراها تشكى بس تراها مبسوطة مبسوطة مرة، أصلا في يوم أهلي يطلعوا قالت يا أخي وينهم، تشتاق لهم هي بس ما تبين. نادية تكبت مشاعرها. أبشري نادية احنا في البيت. في البيت احنا جدتك تباس جدتك فرحتنا في البيت. قولوا ما شاء الله على هالسعادة والإيجابية. مبسوطين شوفوا. قولوا ما شاء الله أنتوا على. مع إني كيف؟ ها؟ الحمد لله ربي. كأنك ممرضة. She look like nurse. They look the eyes. حصلت شنطة حديدية في واحد جابها ما أعرف مش هذا. شكل فيها كنز. هشو جابها الله هذه شنطتي وأنا أمك. هشو جابها الله والله إني أحتري على جمر. هشو لا تطيح بس. رفق علي ارفق هذه شنيطتي. يا الله عد عنه يوم ان الله جابه.